السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو يوم 13 أفريل 2023. إخواني، الخلية هذه اللي رانا نشوفوا فيها هي خلية متكونة من 8 إطارات، 1 2 3 4 5 6 7 8، ما شاء الله تبارك الله. ربما الإنسان يتساءل، يقول لك هل أضيف نزيد لها إطارات 9 و10 ولا ما زالت؟ كاين بعض المعطيات تخليك تعرف الخلية تاعك إذا هي محتاجة إطار ولا ما رايش محتاجة. أول حاجة، انت تجي تشوف الاطار الاخير كامل، اخر اطار كما هكذا، تسيب انه النحل قد وصل الى هذا الاطار وبدا يقوم بتبييضه كما نشاهد هنا في هذه المنطقه. لو تشاهدون هنا في الاعلى هناك بعض اللون الابيض، معناتها خلاص النحل اشتغل على هذو الاطارات كلهم وراهو في هذا. خلاص لو تاخرنا 2 أو 3 إضافيين راح يبني لنا النحل زوائد شمعية هنايا. طبعا هناك معطيات أخرى، مثلا تسيب الشمع تاعك هنايا أبيض، تسيب الإطارات منتفخة من الأعلى في كل الإطارات كامل، خلاص هنا يعني أن النحل لم يعد لديه متسع من المكان يبني فيه الشمع إلا هذا الفراغ. طبعا انا نعطيكم في هذه الملاحظات من غير ما تفحص، يعني من غير ما تفتح وتشوف الحضانه وتشوف الملكه وضعت البيض في ذا الاطار ولا في هذا ولا في هذا، يعني تكون عندك ملاحظه سطحيه. خلاص الخليه تاعنا هذه راهي جاهزه باش نضيف لها حتى 2 إطارات مع بعض دفعه واحده وعادي، يعني ما فيها مشكل، خاصه في ظل شرطين اساسيين اعتقد انا في اعتقادي لا غنى عنهما. اما يعني باش تضيف 2 إطارات دفعه واحده، اما المرعى تاعك في الخارج يكون قوي او ممتاز، هذا الشرط الاول. اما الشرط الثاني، تقدم تغذيه للخليه تاعك. صدقوني مثلا تاتي اليوم الى الشمع وتنظر اليه تجده بني او اسود او قاتم، يعني فيه هكذا تشعر انه ميت، أن ما فيش حياه. بمجرد ما تقدم تغذيه واحده فقط للخليه تاعك، تقدمها لها اليوم، تجي في اليوم الموالي تفحص الشمع تاعك من الاعلى تجده كله ابيض ومنفخ او منتفخ، تشعر ان الحياه عادت الى هذه الاطارات، تشعر ان الحياه عادت الى الخليه بصفه عامه. لذلك فبعض الحيثيات البسيطه تساهم اما في بناء الخليه وتطويرها او القضاء عليها، لذلك فلا يجب ان نغفل عن هذه الحيثيات خاصه التغذيه. بون، خلونا اخوتي نديرو شويه دخان هكذا. طريقتي انا دائما ان الاطار لما اضيفه وسط عش الحضانه، مباشره النحل يقوم ببنائه بسرعه لا يضيع الوقت. مرات انا كنت نضيف الاطار في الصباح، يعني في بدايه اليوم، في نهايه اليوم لما نجي للخليه نصيب النحل تاعي قد بدا، مش بنى الإطار ولكن قد بدأ في بناء الإطار هكذا. الإطار تاعي هكذا. طبعا من الأحسن في هذه الفترة، رانا في أفريل، من الأحسن نضيفوا الأساسات، خلوا النحل تاعنا يبني شمع جديد، يعطينا شمع جديد. الشمع الجديد مليح، مفيد جدا، الملكات تعشق وضع البيض في الشمع الجديد. ايضا الشمع الجديد يخلينا نرمو الاطارات القديمه التي اصبحت سوداء وثقيله وما فيها ولا منفعه. الشمع الجديد هذا يساعد على القضاء على الامراض، يعني ينقص نسبه الامراض في الخلايا، لان المرض دائما يتركز في الاطارات القديمه. هذه بصفة عامة إخواني. أنا الآن بما أننا رانا في موسم جفاف، وكلكم تعرفوا أن أفريل هذا العام جاء ناشف بزاف، فلازم نقدم التغذية للخلية تاعي، وبالموازاة راح نزيد لها ثاني الإطار هنا العاشر، نعطي لها العاشر ونعطي لها تغذية جيدة بإذن الله. بإذن الله غدوة، يعني اليوم 13 أفريل، غدوة يوم 14 أفريل إن شاء الله نجو نفتحوا الخلية، من المفروض وبإذن الله نصيبها على الأقل بنات لنا هذا، وفي انتظار أنها تكمل لنا هذا، إذا ما لقيناهاش بناتهم منا في 2. هذه يا خوتي، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.